زين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم خير ونور وسرور. من النوادر اني ثلاثة ايام اسوي ما شي سنابات، معقول شي بيستوي في الدنيا العودة؟ صبحكم الله بالخير، والنور والرضا والسرور. وكيف حالكم؟ وكيف انت؟ وللي يتشرح انا اطلب السموح، وللي زعلان نحن بنرضيه، والبعيد بنعنيله، والجريب بنقول له اقلط واقرب ومليون مرحبا. السموحه والعذر من جنابكم على الغياب هاليومين. اول تبعها ترى رامس، لكن معروف ما مفروض انه البحر يوم الجمعه يسوي شيء تسجيل، شيء صيد، شيء سوالف عندك دونك. البحر الحمد لله الاسبوع هذا كان طايح ولا شيء، شرعته صوخ البحر هدوء، والحمد لله فضل وخير ونعمه من الله سبحانه وتعالى. الجو كان جميل وفنان، ما شيء زود حركه، ما شيء ازعاج في البحر، كان شيء شويه برد، فلذاك الادمي وقت البرد بعد يلطب، تاكل ما تشوف عينه. ما خلينا شيء ما خبخنا، يعني مثل الاكتئاب من كثر الصراط. بالرغم اني والله يدوم اسوي كترول، يا غير الحمد لله ارادة الله. البنادم يستوي لانه يتهلع بحر وبرد، شو خليت؟ لازم بتلطم ما تشوف عينك، بحر وبرد تيام عن ضربة، تتهلع على كل شيء البنادم، بالاخص الحلو. صراحة اتصل قال جيجيجا بي، قلنا يلا هالجيجيجا حين أكثر من 10 دقائق، وبنزل وبكون أترياه وبنرم نسولف تحت شوي عن ويضيعات عن الزراعة إذا الله راد، بنشوف اللي الله كاتب لنا. مستر عبد القادر، Good morning. How are you? أنا رقم واحد. زين، السلام عليكم. كيف حالكم؟ كيف أنتم؟ صباح تزقريته. اليوم عاد الوجه مجشعر ولا محلج ولا شياته، مفروض اني حلج. ما شاء الله نخل ابوي ما شي باجي، كل النخل ابوي مطلع. وينك يا النبات عاد الحين؟ وينك يا النبات؟ كيف صبحتوا؟ كيف انتوا؟ كيف حالكم؟ انا ابوي مصبح بخير اليوم وسهال، معلوم ان الوجه مجشعر، لكن اجلناه لبكره. شو السبب؟ الحلاقه بتكون بكره، لجل الله يحفظكم، لجل ان بكره شيء سيره دبي ان شاء الله صباحا. هالفيفاي سلام عليك يا الكريم، سلام عليك يا الايوديه، سلام عليك اللي ما دلينه درب البخل، سلام عليك يا الصخيه اللي ما دلين البخل باب ولا تعرفين طريقه وين كان يكون. فكك الله بوسع الله، لا يقول انك تقدم بخيل حاج حال البخله. ترى والكلام لك يا جاره، ترياك انت كبرن، بتقولين ما قلنا لكم، يتحملن يكن داء البخل. ما شيء ابغض على نفسي من البخيل، ابغض ما يكون عندي البخيل. البخيل اصلا من وداني البخيل. هين زي وين كنا رمستنا نحن؟ اقولكم باكر شيء سيرت الله يحفظكم دبي. اولا دبي عندنا شغل الضحى العالي، وعندنا شغل الظهر في شيء تبع الدعوة رسمية، يعني تبع خلاص بحط لكم الدعوة بتعرفون شو اللي هو في دبي الساعة 1:00. والمغرب بعد جايتنا دعوة كريمة من إمارة الشارج الحبيبة للمشاركة أو للمشاهدة مهرجان الأضواء السنوي اللي كل سنة هي تسوي فيه جنتية الشارجة إن شاء الله. بنحضر فعالية في أول أيامها، وبنصور بنسولف، وبيسوون ويانا تور، بيخطفوبنا على المعالم اللي مسوين عليها الإضاءة اللي هو مهرجان الأضواء إن شاء الله. هذا كله بكرة بيستوي، بيبتدي تور من أذان المغرب لين الساعة 10:30 أظني أو 9:30، والله نسيت. البرنامج موجود عند الخبير، هم اللي عند بوله البرنامج، بيسوون تور
حق العرب تشوف الهست وتشوف تشوف ما شاء الله الشارج شارج ما تبقى بعد حد ما تزداد يعني الشارج الشارج ما شاء الله عليها إمارة ثقافة شارج ما تزداد ما يبالها أبويا رمسه شارج واجف الحكي عنها هب مليون من سوة الدنيا منارة منارات العلم والثقافة ما زين لأول يوم نسير الشارج ولا مكتوب على ابتسم أنت في الشارقة يا زينة من وقت قميضة والله هيش اللوحة ما يندراب هوي اللي مكتوب ابتسم أنت في الشارقة الله العالم الله العالم ما يندرابها وين أرضها وين سمها هايش المكتوب عليه ابتسم أنت في الشارقة يا الله نعم أتذكرها يافطة مربعتين ملح واليافطة بيضة ومكتوب عليها بالأسود كني أشوف فالحينة من سنين المهم أموري أنا طيبة وكل شيء زي وصالح ياس تندق هناك خالد وخالد تعال 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 صباح الخير Good morning. Good morning too. صباح الخير صلوحة. ما شيء حب ولا شيء حب اليوم؟ شيء. انت خي ها؟ يلا وين حبه؟ صبر. Good morning. إيه شوي شوي. Good morning. قول السلام عليكم. صباح غالي. السلام عليكم. خير. صباح الخير. تمام. صلاح منو هالي وراك؟ جني جني مين اللي جن شمس شمس حبيبي صلاح تعال الطرف هذا تعال الطرف هذا تعال الطرف هذا اخ عليك اخ عليك بيع 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 بيعك بشنة مينو مينو احنا ندري بانه مينو يسمع قرب مرة احنيها صباح الخير How are you يا مرحبا بدوارك ما شاء الله look very fresh today thank you ما شاء الله شو اليوم هناك شوف باجلة ما شاء الله حبة الباجلة هي يلا شو اليوم هذا أيوة هذا القيمات هذا مب شباب اللي يقولون شباب صغار هذا اللي عندهم قل عرف هذا القيمات القيمات غير والشباب غير هذا طريقة أكله للي يبى دروا عليه شكر الأصلية الأصلية ندر عليه شكر الأصلية يدروا عليه شكر يأكلون يقمصون شوية لأنه هو على إيرشين رش عليه دهينة موجود ترى على الإنستغرام موجود على الإنستغرام يلا سكروا على اليوتيوب سكري عادي وهذا وين عندكم الطب أيوة شكرا للي اندبوا هالطيبات الفنانة شكرا يا بنت أحمد صح محسن شو تأكل بيض مسلوق وده جبنا شيل يعني حين الريوق من كل شيء الحمد لله من كل نمون الريوق يعني لابد من العذر كانك ياسي بيت لوفر نمون دي هي اللي مدقلي في الموضوع انا باكل عايز اكل بيض وعايز اكل جبنه شيل ها شباب باجله شباب مش عايز اكل شباب انا باكل كده كويس مصبحين الريجات من كل نمونه وليش تاكل بيض مفيوح صلاح قول لي شيء ياكل بيض مفيوح مزين ها مزين ما بزين لا قول لي ما بزين بيض مفيوح كل يوم كل يوم كل يوم اسبوع لا اسبوع لا اسبوع كل في بيض لا واسبوع لا اسبوع لا اسبوع لا هي سمعت كل يوم بتاكل بيض ما حدش بقول لك حاجه انت غلط ليه صلاح قول خيسنا من البيض بيض 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 بيض, بيض, بيض كل يوم مريض بتسوي مريض تبقى دب مسكين بابا انت بالعمالة يلس ويرح عمرك اللي عسب يزخخنك البريات هي لا انا ما بمشكلة انت والله المشكلة اخ عليك صراحة اخ عليك ما انت ها ديني ها بخير حينة بخير ما تعورك لا زين زين يلا اليوم شيء عندنا موضوعين الموضوع الاول مواضيع وايد ما توجه لكن اللي الموضوع الاول شيء هدى مسويه حلاوه التمر حلاوه التمر بالطريقه حليب مال المغرب مالهم يعني مال بلادهم مال المغرب يسمونها حلاوه التمر شيء جميل ولذيذ وفنان وغاوي قلت لها ابوي سوي منه من طريقه العجن والمكونات بنصور لكم الطبخه كامله هب الطبخه المكونات الحلاوه وطريقه كيف يسوون الحلاوه وعندنا موضوع بعد زراعي قمة في الأهمية
من أهم المواضيع حاليا وبالأخص الحين. شو سبب أهميته؟ شو سبب السؤال؟ شو سبب تساقط الأزهار وعدم عقد الثمار وساعات يوم تثمر؟ هي خليه خليه خليها تجيب القهوة. شو السبب إنه تغدي مثلا الهمبا كبر التيلة وتحت، أو تغدي تزهر وما يستوي تلقيح في الزهرة، أو إنه الرطب يغدي عهل كبير وينشوي حت يوم يغدي بسر؟ شو سبب عدم صمود الثمار في الأمهات؟ شو السبب؟ ليش الزهر ما يعقد؟ ليش ما يغدي في حمال الشيار؟ تلقط هالشيارة مزهرة غادي تحرك الشت عيوز، فجأة تلقط فيه أربع حمبايات، أربع هنيبيات والباقي كله يحت، ومن الأربع يظهرن هنتين يتمن وهنتين بعد يحتن يقدر حدال ويطيحن. هالأشياء لها عوامل ومقدمات وطريقة عناية تبعد عنا وعن المسلمين العوق هذا والآفة هاي، إنه ما يتم شيء من الثمر في الأمهات. الحين بخبركم المسببات ومن الأسباب وطريقة الوقاية للي ما لحق السن، إن شاء الله بيلحق الحول كان شايف العمر بده. شو بلاك الحين؟ منو؟ أنت. شو بلاني؟ أنت تبى تودي وياك؟ إيه؟ وين تبى؟ مول. عازم منك على المول؟ منو بيدفع البيزات؟ لا. يعني أنت بتعطي على حسابك ولا على حسابه هو؟ صلاح منو بيدفع الحساب؟ هي خلاص. أجيب الشنطة بتاعتك. شنطة إيش حقها؟ ليش؟ عدمني أسبوع أهو. أجيب الشنطة بقى. لك تستاهل. يلا قم 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 يلا قم. يلا سيروا. وين بسير؟ حلبس بنطلون. يلا 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 بنطلون منو درابك؟ فنان لبسك يلا. صرت تبي بسير لا. وايد ولا شايتك الدنيا لو. يلا. هلا ما يبدل بعد. أحسن. خوز انت خوز خوز انا اثنين يلا يلا سير قدام مع صلاح صلاح محسن يركب قدام لك تستاهل شكرا للي طرش لي هاي ابتسم انت في الشارجة هذا اول بادي حطينا لكم الصورة الدعوة اللي جايتنا هيئة الانماء التجاري والسياحي في الشارجة طرشينا ابوي هالدعوة وان شاء الله نزلناها لكم الحين قبل شوية وان شاء الله دعوتهم مقبولة والشارجة ابوي ومن سكن فيها لو يشرون لنا لو من بعيد بنيهم ابوي نحبي حد يقول نحبي حد يقول نحبو واحد منهم صح زين ويقولون المصريين على رمش عيني أغني للناس كيف أنا العيني المصريين يقولون على رمش عيني أجيلك وهالعمان أغني للناس كيف أنا العيني يعني الناس كلها أنا أغني لهم كيف يعني للي يسوى العين ما بغني بتيكم عيوني وإن شاء الله نباكر أذان المغرب يكون صلاتنا في الشارجة والبرنامج وين جيبه أحب أقرأ لكم القرأت وقريتوها البرنامج روحه محطوط أقرأ لكم عادة ترى بقرأ بالتليفون الثاني البرنامج بيكون من الساعة 6 المغرب الوصول إلى مبنى يا ربي كبره عاد وين عاد العيون اللي تشوفها 6 المغرب الوصول إلى مبنى بلدية مدينة الشارجة وخلاص 6:30 مساء بدء أول عرض على مبنى بلدية مدينة الشارجة وخلاف من الساعة 7:30 زيارة معرض الجامعة الأمريكية في الشارجة زين هذا 7:30 وخلاف 7:45 زيارة أكاديمية العلوم الشرطية وعقب الساعة 8 مكتوب الشرطية باللغة العربية يكتبون هالنمون ما يكتبون الشرطية بعد تغيير النمون زين كش فرق الله تدبانه زين الساعة 8 جادة الأضواء المدينة الجامعية الشارجة
وخلاف الساعة 28 دقيقة مساء ركن المطاعم مقابل قاعة المدينة الجامعية. هذا كله بوي بكرة من أذان المغرب بيكون هذا وين في شنتي الشارجة. عندنا معد موعد عندنا موعد بعد الساعة 1 الظهر إن شاء الله في دبي دار الحي إن شاء الله. الله يتمم على خير وإن شاء الله بتشوفون شيء جديد وعلم في مكان مميز وجهة رسمية مميزة شيء خدمي يخدم البشر والبشرية شيء وايد جميل. اليوم الله يحفظكم بنتنا هدى بتسوي حلوة تمر. حلوة التمر على الطريقة مالهم مال بلادهم مال المغرب. حلوة التمر تنقسم إلى قسمين. أول شيء يجهزون الحشوة. الحشوة ليش يقسمونها يسوونها قبل عشان ترتاح روحها. ترتاح ساعة في الثلاجة. ساعة من عقب ما تعين ترتاح ساعة. المكونات عبارة عن نص كيلو سح تمر مدلوج وزاهب مفصص عن مظهر القعام والطعام. ربع كيلو يوز أو لوز. بغيت تسوون اللوز اللي هو اللوز هذا اول شيء ينقلي وعقب ينطحن وايد ضروري. واللي ما يبى اللوز يقدر يحط بويوز يقدر يحط سمسم يقدر يحط فستق على حسب الرغبه. نرد مره ثانيه اخبركم نص كيلو سح اللي هو التمر وبعدين ربع كيلو يوز او لوز او سمسم حسب الرغبه او فستق وبعدين خاشوقة زيت المراعي هب زيت زبدة المراعي خاشوقة وبعدين خاشوقة جرفة. الحين بأخذ طريقة كيف تنعين طريقة العجن. يقولون ليش قفاز؟ نحن ما نبغى قفاز. نحن قفاز ما نستعمله ما داني القفاز. اللي داني القفاز واللي يخدم شيء بقفاز لا يطرش لنا بعد. نحن ما ناكل شيء بالقفاز. ما داني القفاز بعيشة الله لا في السعاية ولا في الرعاية. لا تقولوا ما حد قال لكم سايقين على الشر يا الله لي حي بعمره يخدم ابوي شيء بقفاز لا يندب لنا. شكوا قناه عن خدمة القفاز. الحين شو بتسوين؟ بس تكور. ايه على حسب اللي بيكور. طريقة التكوير الحين ها سويها على كبر تيلة القردوب ها يدلك اول زين ما زين. هذا عقب ما يطوف كم هدى شو ما يطول الاستراحة ساعة في الثلاجة لازم ساعة ترتاح عشان العجين كله عينة الزبد ويا الجرفة و ما تصير لينة ما تغدي لينة لازم هنمو سوى كوار شوي شوي عاد عسر عسر عوين بيشوفون عن أبوه أيوة thank you خلونا على ما تشوف قراديب. ما قلنا لكم طريقة عمل الحلوى التمر تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عجينة السح اللي هي هذه انعينت وزهبت. الحين عينة الطحين اللي بيدخل في تركيبة حلوى التمر. التركيب هذه حين الطحين عبارة عن شو نص كيلو طحين رغب واحد اللي هو هذا نص كيلو طحين رغب واحد وخلاف ربع كيلو زبدة المراعي لازم تكون سايحة شوية زين ربع كيلو زبدة المراعي لا بد من زبدة المراعي مع السعودية. نحن وين نصبر عن شيء في اسم السعودية كل شيء في حياتنا حين كل السعودية هذا كل شيء زين وفنان وغاوي الله لا يخلينا منهم ولا يخليهم منا. انزين بيضة وحدة بالعدد بيضة ما فوقها شيء وبعدين خاشوقة سكر ناعم يطحنونه سكر ناعم انزين وبعدين مليحة ريحة المليحة شيء بسيط لا يذكر وفنيال زيت نباتي زيت ذرة ولا شب عباد الشمس ولا ما أدري منو. الحين بنريكم طريقة العجل. لما تشوف تضاف قوي المقادير كلها فوق بعض. هذه المليحة ريحة مليحة خلاص تحطين عليها طحين
بعدين احط عليها، بس لازم الزبده تصير زي الكريمه والعجين لما يحطون الطحين لا يدلكوه نهائي، تستخدم بس الاصابع زي كذا. الدلك لا ممنوع عشان تكون العجين ناجحه. الحين الدلك صح؟ الحين دلك بيت غادي دلك الزبده، الحين دلك الزبده هنا ضروري. لازم تصير زي الكريمه. انزين، واخلاف يوم الطحين، يوم الطحين لا يدلكون بس بالاصابع. ما تندلك، ما تندلك نهائي عشان تكون العجين ناجحه. ما اقول عن شيء تنجح، هي لازم تنجح شرط حد من العرب. الهريس حب الهريس يغسل لين يظهر الصلاح ماله. شوف هايدة الحب الهريس يوم بيغسل لدرجة يخوز الصلاح ماله، ان خاص صلاح ماله ما تغادي تتمايط، ما تغادي تتمايط الهريسة. يغسلونه ويهين ثلاثة خمسة ويودنونه وشلوه وخدموه، ما يحطوا يغسلونه لين كأنك تغسل برنوس كمبل. لازم تصير زي الكريمه. ايوه حين. وحينه الحين حنضيف على الطحين زين شوي شوي لين تخلص كميه الطحين. يلا عيستيني عاده، لازم الطحين شويش بشويش بعد على حسب نوعيه الطحين. طحين رقم واحد في الطحين اللي يشرب وفي الطحين اللي ما يشرب. إيه لكن الحين حين استعمل طحين واحد اللي نجح عندنا. شو ما يحبسونه هفاس زيادة، لا خفيف خفيف عسب يصير يعتين. والحين خلاص ما في دلك ولا شيء، بس كذا بالأصابع. بس بالأصابع ما شيء دلك الحين، ترى بسرعة بعد تختبص هي. ها شوفوا ها مكوناتنا نحن حكم نص كيلو طحين. إيه حق نص كيلو طحين. ما هي طولنا عليك بالتصوير، حسب الله دم يشوف شيء زين، هب شيء يصير ويرد يصير ويرد يصير ويرد. لا يلا خلاص الحين ترتاح العينه يخلونها ولا نجمعها وحنوريهم بعدين كيف تفاصيلها. لا يخلونها ترتاح العينه، لا نهائي. ما ترتاح، ما ضروري ترتاح. لازم تسوي في مكان بارد، اذا كان المكان حار ولا شيء خلوها في الثلاجه 5 دقائق 10 دقائق. لازم كل مكان براد يعني برد وقت مكان العيال عشان تساعدهم. ما تسيح الزبده يعني تاكل دهنها. لا ما حتسيح، غير بس شويه يحتاج في مكان تكون في حراره، مكان يكون بارد. الحين العينه شوف هذا قوامها يكون زي كذا، ما يكون يابسه ولا يكون لينها. والحين شو بتسوي انت؟ الحين تسوي كذا، تسوي كذا، نسوي هذا زي كذا، بس تصير كده. هو على حسب هذا الشيء اسمه منقاش جايبينه من المغرب. اللي مو عنده هذا يقدر يسويها كده طويله اما بالمنقاش نسويها كده، وحنوريكم واحده بالسكين اللي مو عنده الشيء هذا، اللي ما عنده المنقاش كده تسوي شرات الهلال. ايوه لازم يكون طحين، لا سكين ولا هذا، لازم يكون جنبك، تصير زي كده تتقرص زين. زين سوي لنا كم وحدة بالسكين، يعني راوي لنا وحدة بالستين الحين. وين ستين؟ شفتي كيف العجين تسوي زي كذا، بس تتلمم. لازم يدها اللي تخدم تكون مرحرحة، ما تكون بعد يدها كلها عروق ريج. ترى سوي سوالك عادة، سوي شرات الهلال. ايوه واللي مو عنده هذا يسوي كذا نفس الشيء يكون. لا بس هو زين، وين اسمع كانت تصاصرين عمرك؟ مو نفس الشيء بس شويه. انزين واللي مو عنده هذا ولا هذا ولا ما يقدر يسوي يسويها بس عاديه كذا. حد ما عنده ستين؟ سبحان الله اللي ما يقدر يسوي هذا عملية السكين.
بس هالنمونه. لا هالنمونه ما نبغاها. هالنمونه ولا هالنمونه؟ لا هالنمونه ما ابغاها. هي اي شيء هو شو التراث المتعارف عندكم اللي شرات الهلال؟ اي نحن نبغي هذا مالكم مال بلادكم. هالنمونه هالمغربي هالنمونه اللي مو عنده المنقاش هذا عادي يسويها كذا هلال. هلال او لحن نحن كله بالمنقاش. سوي بالمنقاش بعد واحد اخر واحد الحين. جيت كممتينها ماخذ الدنيا كلها باربع ورات التصوير. كل من سب جدات سبتي عني هنا. زين لا تحركين يج. قال خلاص بال اخترعيها. ظهرت النظره الشريره. بي حاشا عمي. بارك الله فيك. شكرا يا بنتنا العزيزه هدى. يلا الحين راوين صفيهن كام وين بتصفينهن؟ جهز حاليا حلوى التمر اللي هي ها صفوه هاي تحته ورقه الزبده وهاي تسووها على ما تشوفون. ضروري الورق هذا. ضروري الورق هذا. هذا الورق ضروري. زين يلا شلي والباقي برد الخلاط نسويه. ينحط في الفرن، الفرن شغل فوق وتحت 150 درجة الحرارة فوق وتحت. يتخلل مدة 5 دقائق فوق وتحت ويتسكر عليه. بعد مرور ال5 دقائق تترفع هذه يودونها فوق وتتخلى بعد فوق 5 دقائق. لما ندخل هذه بس تحت يبقى شغال فوق يطفى. الحين اول مره الحين اول ما تدخلونها هاي الصينيه بس تحت. الحراره 150 150 حراره 5 دقائق وخلاف وبعدين نشيلها فوق ونشغل الفرن من فوق. بس يعني اول شيء 5 دقائق وهي شغاله من تحت. 5 دقائق فوق وبعدين وبعدين يشغلونها فوق 5 دقائق ويطفون من تحت. يا رجال بعد مرور 10 دقائق 5 دقائق يكون تحت وخمس دقائق فوق. وها صبروا ها ترى ما يغلي حمر يغلي هالنمونه ابيض مبحلق ما يخلونه حمر. يبي الصينيه الثانيه هاي من ناحية. يا ربي ما خل ريحته. شو هاي الصينيه الثانيه توها مسواها ترى ما في فرق. هذا شوي يرد بصفره هذا يرد ببيضه. هاي شد نضح حين زاهب هذا حين بيودون الفرن. يلا ما في فرق بين وبين ابدا 5 دقائق بخمس دقائق على 5 دقائق شغلون فرن تحت وخمس دقائق الفرن من فوق على حراره 150. وهذا حين الشكر ما اخبركم الحين شو الطريقه. الشيء الاخير اخر لقطه. اولا لازم من يظهر من الفرن لازم يتم على الاقل ساعه لين يبرد. هذا لازم يكون يبرد. ان حطيته في الشكر وهو حار يطيح يتفتت يطيح ويتفتت. لازم طريقة لازم شوي شوي. اول شيء لازم يبرد. من يبرد هذا شكر نعيم شكر بودرة الشكر. وهي الطريقة لازم تريه كامل. هذا اللقطة الأخيرة خلاص. ها كل شبعان ابوي مدروع عليه شكر وداخله سح والعين ابوي مثل ما تحيدونها مرتبها. سوي بعد كم وحده بسرعة ترى ما بصعب. ها تحبون هو داخل الشكر هالمعيو المطحون شوي شوي ينفضونها. على ما تشوف وحده ثاني وحده ثاني لين يصير ويخلص. شكرا هدى. شكرا. فيديوهات من وقت ما استوى السناب شات موجودات على اليوتيوب ومخزنات كل السيرات والييات البحور والبرور الطباخ والنفاخ القصص الخراليف السيره اليي كل شيء موجود على اليوتيوب. لا تقولوا ما قلنا لكم كل شيء موجود على اليوتيوب. طالعوني على اليوتيوب لا تقولوا ما قلت لكم. ندخل على اليوتيوب اكتب خالد الخالدي دق على قناتي خلاص أوس على اشتراك تفعل جرس بس. كنت في لندن في رأس السنة صح ولا لا؟ وعشنا كم من يوم جميلات أظني 16 ليلة كانن جميلات وكان يوميا التصوير وعندك ودونك وشرق وغرب. في هذاك الوقت الرجال المسؤول عن المبيعات في ثمين يقول لي ابو محمد نحن بتي مناسبة قريبة بننزل شيء ليميتد اديشن بس لمدة محدودة.
قلت شو ماله؟ قال خلاص بتعرف. كان في خاطري من هاك اليوم، يوم عدمسات اتخبرهم قالوا العطر بينزل عطر ثمين، لكن تحدون الاول القراش زرق، الحين تغير من ازرق الى احمر، اللي هو بمناسبه عيد الحب اللي هو فالنتاين دي، اللي هو هابي فالنتاين. انزين مشيت الله يحفظكم. قلت لهم كيف اقدر احصل؟ قالوا تقدر تطلبه اونلاين، لكن ما بالحينه، تقدر تطلبه اونلاين قبل الفالنتاين باسبوع. طلبت قبل 3 ايام، لو 5 ايام طلبنا اليوم. يا العطر مطلوب حق ابنه، طلبته لام محمد بمناسبه ان يعني فالنتاين، هابي فالنتاين. وما حد عنده من هذا، اول مضرب يظهر من عندهم هذا هو، ما حد شد قبض الرد بقرطس عقب مثل ما كان. بس لا تنسى بعد شوي يبلي سكين ومقص حق الرد مثل ما بطلناه، نرد نسكره. احنا لجلكم غالين عندي، ولا ما برويكم شيء بعدني ما وصلني، ما وصل عند حد خيبه. تمام تقترب القرطاسه، برد بنقرطسه اللون الاحمر، برد كل برد عادي بتحاتوه، كل شيء يعرف اسويه. اخذت نبيس وداوي بغلبني، برد اوسره مثل ماية. وعندي محسن والله كل شيء عدل. خير على ما تشوفون، لا تقولون ما قلت، لا تقولون شد حد يا تو اول مضرب يظهر حقي انا. هذا لونه، هذا ابو لون الفالنتاين عيد الحب، يمتاز. لا بعد موالم نفس الفروة مالتي، هاي فروة من حول لنحول. هذا تقولون ما قلت، ولا آدمي في الدنيا العودة وصلها العطر هذا. أول واحد يجيني من لندن هو اليوم، فيه يمتاز، ريحته تختلف عن كل العطورات الثمين اللي عندهم. طريقة الطلب والمميزات وشو ريحته وشو علمه وخبره بتعرفون خلاف. بنزلكم الرابط اللي تقدرون تطلبونه اونلاين، او اللي في لندن يطلبون لكم اياه من سيلفريد. غير هالمكانين مش موجود، لا تقولون ما حد قال لكم. محسن تعال ياي، هذا النايلون وهذا المضرب وهذا وهاي الشريطه مالته. رد مثل ما كان، اول شيء رد هني داخل، حطه داخل في القرطاسه هذه، ايوه كله نش ورتبه زين ما زين. لا لا بس اللي هنمونه سربوي الخيمه وضبطه مثل ما كان، ويوده لين متى؟ لين اسبوع الجاي فالنتاين 14 تاريخ 14 ابوي بنظهر لك، ابوي بتشوف هي روحها السناب وبتعرف. تمام اكيد يا هي ابوي اكيد الحين داخل وتعرف انه ياس تراقب الوضع. كان في حين ابوي الحين بنوسمها قبل ما تطلع، فابوي الحين ابوي ها سامان هديه موجوده، وان شاء الله بتحصلينها في يوم الفالنتاين. وكل منكم ابوي الجميل خلاص عاد بنحط لكم الرابط، وش قال يطلبون من وين يطلبون، واللي عنده حد ابوي ساير لندن يوصيه يجيب له، هذا ما موجود الا عندهم، لكن اظني بعد مش موجود الحين اونلاين، بيكون موجود اظني مده 6 ايام ابتداء من متى انا ما عندي الخبر الوكال، لكن برد اخبركم. ينطلب اونلاين وشو نوع العطر هذا، شو ريحته، شو مواصفاته، وعلمه وخبره كله بيجيكم. العلم وموجود ابوي بس في سيلفريدج واونلاين، لكن ما بالحينه، اظني بعد كم من يوم بيكون موجود. هذه الله يطول لي عمركم يريشكنا، شوفوا شلون مول على قولة اخوي خالد الخالدي، وخالد يقول لك انت ما يطع. هذه الله يطول لي عمركم يريشكنا، تتمايط تتمايط يا ابو داود، تتمايط تتمايط، وحد يقول تتقاود، وحد يقول تتابع، وحد يقول ليه تتمايط لها متعف اللثم اللي تتقاود وتتمايط. التغدي غدي لها متعف اللثم
وفي يوم تازمك لو تشلقمه تحت رئيساتك لها نغمة مختلفة. أي شيء ناضي وساكر ويغني شرات المخ متخويطة يسمونها. شو هالصداقة بينك وبين محسن انت؟ حبيبي يدين ها انت هو دبي بالمبادئ الصبحي بس دبي العصر ما بموجود، المغرب اكون في الشارجة باكر ثلاث اماكن عندي ان شاء الله في دبي. لا مكانين في دبي. لا والله سبحان الله، ثلاث اماكن في دبي ومكان في الشارجة، اربع سيارات لي باكر. شو رايك انت؟ سيارة خاصة وسيرتين ابوي يكلمك بس الدعوه اللي جايتني عقب برمس. زين بتصير وياي دبي انت؟ يا ربي من حد جاب لك طاير دبي؟ مره تفتشت انت العلته بيت خالو خدي وبيت خالو خديتي دقيقه واحده. اشو شو شال؟ واحد. ليش تاخذ من الاناناس مالي؟ عادي. لا مش عادي، هذا مالي انا. جبت هذا الدوار كيبت ان حقي انا. عيب كلام اخ عليك الصراحه. جيسن عطني مالي. هذا عزة احمد بن مبارك بن صلهم القبيسي، هذا عزاهم هني. والعزة اللي قبل عزة، وهذاك العزة اللي قبله عزة عبد الله ناصر بن راشد القبيسي، بعد قبيسات ظهرنا من العزة هذاك ويا العزة هذا. أدي الواجب العزة جاوب على السؤال هذا. تفضل. يمعة بن مبارك بن يمعة بن صلهم القبيسي صلاح محينة. كم واحد باجي الكبار شو هذا الحين؟ هذا الحين مبارك هذا مبارك بصلاح. زين هذا مبارك بصلاح وعنده اخو محمد راعي قطاع اللي ماخذ بنت عوض بصلاح. هي زين ضيدان ونادر ها كلهم اربعه اخوان. ثلاثه اخوان. زين والاخي ايش قايل؟ بس حياه مبارك هي جايب يمعه وسعد وعوض. زين سعد، سعد ما خلف شيء، حرم خلف حرم. ها من هي اللي ما تريع؟ هي تريع سعد ما اخذ تريع. احيدهم يوم انا صغير احيدهم بيتهم 50 يوم. شو هذا؟ لا انت يوم انت تسرق 50. انا ما سرق. سمعوا يا من الحضر، انا ابوي ما بصارق 50. لا صارق فلوس وايد. لا والله والحين نحن طالب كذا. لا شوفوا يا اخي تحرم من الورك ولا لا؟ والمسافه طويله العريض بخبكم خلاف. شوف ما علي خل عنك انت الورث. اقول لكم يمكن اظني عمري 7 سنين لقيت 50 ربيه طايحه قدام باب بيته قدام بيت يده تحت فراش الشيبه. لا 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 50 تحت فراش الشيبه وفلوس وايد. لا لا 50 اجار سيايير ودي شو انا ابو بعد. يقولون خالد ذاك اليوم ذهب البيت نعول اشتراه ما ادري اخذته ولا علمه ورمس. شو بلاك ساكت؟ والله انه كله كذب. شنو؟ عيال الحين يكذبوا علينا الحين. لا 50 ربيه لا يقولون اكثر. رديت لك اياها كم من كم من 1000 يقولون؟ 1000 مو عنده 1000 هاك سنين. والله يبكم ما بوقته، ما بوقته هاي السالفه. لكن ما ادري ليش هذا موقض اللوه. موقض اللوه انت؟ ابدا والله؟ لا العرب ما حد يدري بهن 50 هاي. لا اكثر من 50 والله انهن 50 حلف انهن 50 وقسم بالله انهن 50. هذا المصحف يداوم. استغفر هذا ما بمصحف الله اكبر. هذا قبوط يصح على راح اكبر علينا لو اخذ الحق علينا مصحف يقول لك مصحف حلف على المصحف نحن ها قبوط يصح هذا اللي يدخلون في الورث مو محمد. نعم و50 كم وصلنا لليوم من 30 سنه؟ هب 30 37 اسمع 37 37 50000 من عق 20 من
محمد اخونا خالد الخالدي في عزل قبيسات الله يحفظه. قاموا الصلاة، صلاة العشاء الجماعة بيصلون صلاة العشاء حاليا في مجلس المشرف، الله يتقبل ان شاء الله، الله يحفظه ان شاء الله. خير متابعينا ابو محمد في عزل قبيسات، جزاك الله الخير، الله يتقبل ان شاء الله. واجب واجب مانيكم ان شاء الله الا في الافراح ان شاء الله، عيزنا من العزيات عيزنا من الركض الحمد لله. جزاك الله الخير زينك يا ابو الله يحفظك. هذه ما تعرف فنان الله يحفظك يسلمك. اقول لك شغله على المدام فاميلي ويك لازم نسوي كرت كذي وكذي يصير ضربه هلال تريع زين، لازم نسوي كرت كذي وكذي زين زين الله يسر امورك. امر شيء منا شوف بس ليش رياح عاده هي كلها مره سحب على راحتك عندك انت شو اسمه ما عند الخبير خبير سحب انت يا رحيمة فارق هلا يا ابو محمد هذا عبري السعودية هذا وارد وادي الدواسر هذا السكري عندنا طعمه حالي وهذا وارد الحسا على قولتك ابو لونين ابلشتنا ابلشتنا يا ابو محمد حتى عطر ثمين طلبناه الحين حق الفالنتاين ما يباله كلام ابو محمد يشور علينا وخذناه هذا خذنا لونين مثله هذا ابراهيم توفيق